السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يصبحكم بالخير. في جدل واسع في السوشيال ميديا اليوم الماضية بخصوص الفنانة أحلام وتقبيلها للفنان عبد المجيد عبد الله والتصاقها في احتكاكها في الفنانين بطريقة همجية. طبعا هم يقولون أن هذا التحرش وفقا للمادة الأولى من نظام إجراءات في التحرش. طبعا صحيح ينطبق على الفنانة أحلام المادة الأولى من نظام التحرش في الغير والذوق العام. طبعا من وجهة نظري أنا أرى أن الفنانة أحلام أساسا تعتبر جاية بجرأة كأنها ذكر. هي أنا نظرتي لها أنها فنانة ليست من الفنانات التي تتمتع بأنوثتها، لأن الأنثى طبعا لأن الأنثى بالفطرة المعروف أن الأنثى بالفطرة يعني المخلوقة بالفطرة أنها تكون خجولة ويكون طابع الحياء واضح فيها خلافا للفنانة أحلام. طبعا المادة الأولى جاءت في نص النظام التحرش يقصد بجريمة التحرش لغرض تطبيق أحكام النظام كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. المادة الثانية يهدف من هذا النظام مكافحة جريمة التحرش الحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذات وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحرية الشخص التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. هذا نظام التحرش. طبعا مسألة إن هذا يعتبر من الذوق العام أو يعتبر من التطور، طبعا هذه الظاهرة السيئة ظهرت ابتداء مع الفنان محمد عبده على أنه شايب كبير أبو الفنانين العرب. ظهر لنا في الأيام الأخيرة صار وضعه مزري من ناحية أنه يعني أقل شيء أنه يكون حتى في نظراته في تعامله مع أنواع التبويس، أي فنان يشوفه يبوسها، وين يا أبوي؟ شايب كبير يعني مش عاد خليت من الحياة وخليت، هذا مو بتطور يا أبوي، هذا اسمه معاقب عليه، هذا تحرش، ما تفتح مجال أمام الرأي العام يا أبوي. إلى الآن ما تدرون أن هذا نظام معاقب عليه، سلم عليها بيدك قلنا ما في شيء، بالتبويس هذه قلة حياء. ونص عليها نظام المادة الأولى من التحرش. في ليت حتى الغرب ما سووا كذا، يعني الغرب ما سووا كذا، في دبي ما سووا كذا، في الكويت ما سووا كذا. طبعا الحمد لله يعني باقي في الشعب والمواطنين فئة كبيرة فيها خير متمسكة بقيم والأخلاق، وهذا نظام المخالف أساسا مو بتطور. ذا وين يا أبوي؟ أنت شايف أن هذا تطور؟ يعني شوفوا الفنان خالد عبد الرحمن ما شاء الله عليه في هيبته وفي رجولته وفي شوفوا كيف احترامه وكيف يعني فنان رجل يعتبر رجل يعرف اللي له واللي عليه. يعني بعيدا عن هذه العجوز جاي الله يهديها أحلام ما خلت أحد ما بوست ما أدري هي طبيعية ولا مي بطبيعية، أتوقع لا مي بطبيعية يعني بهذه الطريقة، وهذا ليس من التطور، هذا ليس من التطور، هذا معاقب عليه. وأنا أنبه من هنا أن هذا معاقب عليه. يعني لا تفتكر هي ملكة جمال العالم جاية يعني بتفرض أنوثتها، ما فيها أنوثة، هذا ما يسويها إلا ذكر، رجل مع رجل، اللي تسويها أحلام هذا فعل رجل،